أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حوار اليوم. حوارنا اليوم حول القضية الليبية، الدور المصري والذي يدعم الجارة الليبية ويدعم الأشقاء في ليبيا، والذي حاز على الثقة والمشروعية العربية لممارسة هذا الدور. وقيام مصر بهذا الدور يعد مصلحة مشتركة للطرفين مصر والعرب، والتخلي عن هذا الدور هو دعوة لمزيد من التدهور والضعف، وفي الوقت ذاته تهديد غير مسبوق للأمن القومي العربي والمصري. من هنا جاءت المسؤولية المصرية تجاه ليبيا، وترتبط ليبيا ومصر خاصة بروابط خاصة ومصير مشترك فرضته عوامل الجغرافيا والتاريخ، وبذلك أصبحت العلاقة بينهما استثنائية لا يمكن قياسها بالمعايير التقليدية لتقييم العلاقات الثنائية. ولذلك جاء الاهتمام بالملف الليبي من خلال متابعة التطورات التي تحدث على الساحة الليبية. وآخر هذه التطورات هي أن طرفا الحوار الليبي اتفقا حسب البيان الصادر عن لجنة الحوار في المغرب المكونة من طرفي الحوار المنتمين لمجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغل المناصب السيادية التي نصت عليها اتفاقية الصخيرات. ثم تم تأجيل الحوار حول مستجدات الوضع في ليبيا. يدور حوارنا اليوم مع الأستاذ أحمد خليفة، الكاتب الصحفي ومدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. بنرحب بك أستاذ أحمد. أهلا بك أستاذ سام. لكن اسمح لنا نبدأ بتقرير أعد الزملاء حول هذا الموضوع، ثم نعود في هذه الحلقة من حوار اليوم. بعد حوار استمر يومين في مدينة بوزنيق المغربية، تمكن الفرقاء الليبيون من الاتفاق على صيغة بشأن المناصب السيادية في البلاد، فيما يعد مقدمة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التحضيرية لانتخابات ديسمبر. البيان الختامي لاجتماعات الأطراف الليبية أشار إلى الاتفاق على تشكيل فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن المناصب السيادية السبعة بتوزيع عادل على الأقاليم الليبية الثلاث طرابلس وفزان وبرقة. أزمة تسمية المناصب القيادية للوظائف السيادية في ليبيا تعد واحدة من أهم التحديات التي تواجه عملية التسوية الشاملة هناك، التي تقودها الأمم المتحدة وسط أمال لتجاوزها وتوحيد مؤسسة البلاد القيادية، خاصة بعد انفراج عقدة تشكيل السلطة التنفيذية. وقد رحبت جامعة الدول العربية بالتفاهمات التي توصلت إليها الاجتماعات، معربة عن ثقتها بأن هذا التقدم المهم سوف يساهم في حلحلة الأزمة الليبية ودفع مسارات التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة، خاصة فيما يتصل بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة وتوحيد المؤسسات الليبية وتنفيذ أحكام اتفاق وقف إطلاق النار والشروع في التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية. ورغم التقدم الذي تحرزه المفاوضات، إلا أنه لا يزال أمام الليبيين عمل شاق، خاصة مع هشاشة الوضع الأمني والتدخلات الخارجية. ولا أمامنا إلا أن ننتظر ونرى ماذا ستسفر عنه الأيام. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من حوار اليوم، وحديث عن القضية الليبية وتأثيراتها على الأمن القومي العربي مع ضيفنا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد خليفة. أستاذ أحمد، كيف تقيم الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الليبية في بوزنيقة حول توزيع المناصب السيادية، وما هو تأثير هذه المناصب على الواقع في ليبيا؟ تمام. هو طبعا الموضوع كان ماراثون على مدى شهور ويمكن سنين طويلة، يمكن بداية الصراع في 2011 واحنا في 2021، يعني اكتر من 10 سنين. هو الحقيقه في شويه مشاكل اساسيه ثابته في الملف الليبي حتى اللحظه، اولها حتى عنوان الدوله او مسمى الدوله، ويمكن حتى اخواتنا الليبيين والواحد متواصل معاهم بشكل يومي، لم يتم الاتفاق حتى اللحظه. النظام الذي سقط، النظام الليبي، كان اسمها الجماهيريه العربيه الاشتراكيه الليبيه. طبعا دلوقتي حتى اللحظة متفقين على اسم مؤقت وهو دولة ليبيا، مش عارفين هتبقى هتحتفظ باسم الجمهورية العربية الليبية، هل هيبقى شكل النظام ايه. اغلب التوجهات والاقتراحات انها تبقى اقرب الى النظام الفيدرالي، بمعنى زي ما التقرير اشار، يمكن اوضح شوية نقط حتى في التقرير كمان،
أقاليم ليبيا الثلاثة التاريخية قبل ثورة سبتمبر 69 اللي هي المملكة الليبية سابقا كانت تعتمد على ثلاثة أقاليم، إقليم طرابلس وإقليم فزان في الجنوب، وهم يمتازوا بالبشرة السوداء زي أهل أسوان عندنا، وأيضا إقليم برقة وهو شرق ليبيا الأقرب للثقافة والحدود المشتركة مع جمهورية مصر العربية. هل ليبيا هتبقى دولة شكلها إيه؟ ده اللي هو غير منصوص عليه في الدستور حتى اللحظة لشكل الدولة الليبية مستقبلا. طبعا هيتعمل استفتاء على الدستور. نرجع لموضوع موضوعنا الأساسي، توزيع حصص أو المحاصصة للمناصب. حتى المشاهد الكريم يستوعب الموضوع، يعني المسألة فيها جزء قبلي وجزء مناطقي وجزء جهوي، علشان اختيار شخصية ليبية مثلا على سبيل المثال لوزارة الخارجية أو وزارة الداخلية لحكومة تجمع أقاليم ليبيا الثلاثة، لازم لها ارتباطات بالمناطق، بمعنى الثقافة في ليبيا لها خصوصية شوية يمكن عن دول كده، يمكن لبنان مثلا فيها محاصصة على أساس ديني أو طائفي سني وشيعي ومسيحي ومسلم. ليبيا كلها سنة، كلها مسلمين، يعني ما فيهاش مشكلة ظاهريا، ولكن عندها الآفة اللي موجودة يمكن في بعض الدول ولو قليلا، لكن في ليبيا هي المثال الأبرز هي القبلية. فيتم اختيار مثلا نفترض في فترة من الفترات، ويمكن أنا كنت مدير مكتب الوكالة في الأراضي الليبية، اختار وزير دفاع من منطقة الزنتان، ويمكن حتى عدد من الضباط الليبيين بنتكلم مع بعض، فبيقول لي لا ده معينش ناس كتير من نفس المنطقة بتاعتنا، احنا نفسنا مش راضيين عنه. يعني فكرة الارتباط القبلي وعدم الخروج من دائرة القبلية والمناطقية، لمن لا يعلم المناطقية هي المنطقة التي ينتمي إليها فلان أو سين من الناس، ممكن تسميها حتى مدن، يعني زي مدينة مصراتة ومدينة الزنتان، مدينة بنغازي، لكن هي مش مجتمعات قبلية، يعني جزء منها قبلي جزء منها مناطقي وفيها عرقي وفيها أيضا أبعاد أخرى في العرق، مثلا زي الطوارق والأمازيغ والتبو والعرب، يعني كل دي مكونات للشعب الليبي، ودي يمكن حتى المكونات دي هي اللي مأخرة تسمية الدولة بالعربية، بمعنى فرض الثقافة العربية. وعدد السكان حتى في ليبيا إجمالا يقترب من العشرة أو أقل، يمكن نصهم خارج الأراضي الليبية في شكل مهاجرين في دول العالم المختلفة، مع مساحة كبيرة تقترب من 2 مليون متر مكعب. فطبعا دي برضو تأمينيا حتى مسألة فيها نظر أكثر، نتيجة اضطراب الأوضاع اللي هي سببها الرئيسي أو المكون الرئيسي للأزمة في ليبيا، غير اللي احنا قلناه، هي وجود الميليشيات اللي هي اسما بدأت عملية ما يسمى تحرير ليبيا من النظام السابق، وصولا إلى تحولها إلى مراكز قوى. 10 سنين يا أستاذ عصام أصبحت تشكل عقبة في طريق توحيد ليبيا وعودتها إلى الساحة العربية والدولية مرة أخرى بشكلها اللي احنا يعني أقرب ما تكون زي الدول الطبيعية، دولة تمتلك أموالها وتدير ملفها. طبعا التدخل الخارجي يتم استدعائه، لكن نتائجه بيكون على الأرض بتجيب نتائج عكسية جدا. نجد حتى الميليشيات ترتبط ولاءاتها بدول سواء داخل الإقليم أو خارج الإقليم، ترعى هذه الميليشيا دولة، تتصل بأجهزة مخابراتها، تتعامل معها كأنها دولة إلى دولة وليست فصيل بين قوسين يدعي طول الوقت بأن 10 سنين هو حرر ليبيا. طب يا سيدي حررناه في سنة في سنتين خلاص. كانت الدعاوى والمطالب من الشعب الليبي تسليم السلاح، ولكن
يعني بصعوبة شديدة جدا. أعتقد أن الملف ده هيبقى أصعب من مسألة الاستفتاء على الدستور أو شكل الدولة أو حتى توزيع المناصب، ستظل هي العقبة الكؤود، ودي حتى موجودة في أفريقيا في دول كتير مرت بنفس الظرف التاريخي ووجود ميليشيات، ويمكن آخرها حتى دولة عربية اليمن أو لبنان، حتى حزب الله هو في النهاية ميليشيا. لكن فكرة أن الدولة يبقى لها وجهين أو أكثر من وجه، أو هي حاليا منقسمة، ويمكن ليبيا حتى فيها مفارقة عجيبة جدا هي بالفعل. أستاذ أحمد، يعني على ذكر الدول العربية، العراق مثلا حلت هذه المشكلة، كان عندها الحشد الشعبي وهو مجموعة ميليشيات ضمتها للجيش الوطني العراقي. هل من حل لهذه المسألة؟ يعني هل من حل مطروح وبشكل عملي لهذه المسألة؟ شوف حضرتك، اللاعبين الإقليميين في الملف الليبي أو الدوليين هناك عكس ما يقال في الميديا ووسائل الإعلام، الدول يا أستاذ عصام لها وجهان. وجه يقول نحن نساند الشعب الليبي الكلام اللي احنا بنسمعه في نشرات الأخبار، ولكن على الأرض بيبقى فيه مصالح لم تلبى لهذه الدولة، فبتخاطب الفصيل اللي هي بينتمي إليها، يعرقل كل الجهود والمساعي السلمية للوصول إلى توافق. يعني بمعنى كل فصيل داخل ليبيا له ارتباطات بالخارج تؤثر على القرار الليبي الحر المستقل. بمعنى أوضح، في الحالة التركية على سبيل المثال، نجد هناك رعاية لفصيل داخل طرابلس وأجنحة توالي النظام التركي. أيضا السراج هو من قام بالتوقيع على اتفاقية رغم عدم وجود حدود بحرية مشتركة، ولكن تم خلقها بشكل مغاير للجغرافيا لكي تطلب تركيا ثمنا اقتصاديا في الكعكة التركية. هناك فرنسا تدعم الشرق الليبي والمنطقة الشرقية الليبية، هناك إيطاليا وتدعم الغرب الليبي، إذن هناك صراعا إيطاليا فرنسيا في ليبيا على الأراضي الليبية. هناك مصالح لدول مهمة في المنطقة، هناك الجزائر لها حدود طويلة ولها مصالح أيضا مع الغرب الليبي، هناك مصالح مصرية مع شرق ليبيا أيضا. الحدود التونسية، إذا كانت هذه الدول جميعا لها مصالح ومنافع، أليس الاستقرار واستقرار ليبيا يحقق هذه المصالح؟ هو طبعا كان في خطأ تاريخي حصل، ويمكن حتى قادة الغرب نفسهم اعترفوا به، هو السرعة الشديدة والدعم اللامحدود اللي الغرب خد ثمنه في قصف ليبيا وحصارها وقيام طائرات الناتو، وخصوصا حكومة ساركوزي في فرنسا، حتى وصلت إلى قتل القذافي خارج نطاق الشرعية الدولية، وتم الادعاء بأن هناك ميليشيات من قامت بقتله، لكن تم رصده بالقمر الصناعي وتحديد مكانه عن طريق فرنسا، وده حتى كان خد مسار تحقيقات في فرنسا لمدة طويلة. السياسة دايما لها أحيانا وجهان أو ثلاثة أوجه ويمكن أكثر، ليس كل ما يعرف يقال، ولكن الملف الليبي محتاج بالمقام الأول وعي النخبة السياسية الليبية في قرارها أن تقول كلمتها للتاريخ لصالح الشعب الليبي. الشعب الليبي في النهاية زي شعب عربي يتمنى عودة مؤسسات الدولة اللي هي أهم مؤسسة فيهم، هي مؤسسة وزارة الداخلية الليبية، أن تعود لكي تبسط نفوذها على كل مساحة ليبيا. المفارقة اللي كنت هقول لحضرتك عليها، أن رغم هناك فريقان وكانوا يقتتلان وهناك ضحايا من الطرفين، نجد أن البنك المركزي الليبي موجود في طرابلس ويقوم بإرسال الأموال إلى شرق ليبيا، وكانت مفارقة في منتهى الغرابة، أن يعني هناك ازدواجية في التعامل وكأنه صراعا يعني عبثيا وليس له أي معنى، وكان حتى شرق ليبيا بيفكر يعمل بنك مركزي آخر، لكن كانت هتعمل مشكلة حظر تصدير النفط الليبي، وهو ما حرك ما نشاهده الآن اللي هو عدم تصدير النفط الليبي، هو ما دعا الغرب لكي يحل مشكلة ليبيا وليس المبادئ السياسية كما تعلن حكومات هذه الدول. نعم. طب يعني في هذه اللحظة هناك تطور مهم جدا ومبشر، لجنة 13+13 المكونة من طرفي الحوار، وهم مؤسسات لها احترام، أيضا مجلس النواب الليبي وأيضا مجلس الأعلى للدولة الذي يمثل الحكومة المعترف بها دوليا، يعني اتفق على مسألة إجرائية مهمة جدا، تحديد شاغلي المناصب السيادية صحيح. أو قادة المناصب السيادية. هل تعتقد أن هذه الخطوة هي البداية الصحيحة
لحل هذه الأزمة؟ البداية الصحيحة بدأت هنا من مصر في مدينة الغردقة، والحقيقة ما كنتش متفائل بهذا الاجتماع، ولكن كانت المفاجأة أن أسفر عن سلسلة الاجتماعات اللي احنا بنتكلم فيها بقالنا يمكن أشهر، في سواء مدينة أو منتجع بوزنيقة أو في مدينة غدامس أو في جنيف أو في أكتر من مكان في المغرب في الجزائر في مصر، يطرح على اللاعبين الأساسيين. وأعتقد أن مصر دولة مهمة، وفي حاجة كمان، مصر تحوز على ثقة أبناء الشعب الليبي بشدة شرقا وغربا، ودي المفاجأة يعني، ان مصر اتصالاتها مفتوحة، وهناك وعي من النخب السياسية الليبية بأهمية الدور المصري لأكثر من سبب، حتى تاريخيا العلاقات المصرية الليبية ما قبل حتى ظهور الدول على مدينة الأسكندرية، كان يقال يمكن فترة الإغريق والرومان الأسكندرية وحواضرها السبعة، ثلاث مدن في مصر تحيط كأن الأسكندرية هي منارة، وهذه المدن ومدينة طبرق وبنغازي كانت إحدى حواضر مدينة الأسكندرية. هناك ارتباط وشائجي وثقة كبيرة جدا في النخب السياسية الليبية تجاه الدولة المصرية. الدولة المصرية أعلنت بكل شفافية ووضوح أنها ليس لها أي مصلحة من إطالة أمد الصراع، بل إنها تدخلت، ويمكن الشرط الذي وضعته الإدارة المصرية بعدم الاقتراب من حقول النفط خط سيرة الجفرة، وعدم امتداد الصراع أكثر من هذا، ويمكن حتى توقف القتال، ودي كانت حاجة مبشرة بكل خير، وانطلقت التحركات السياسية على عدة محاور، سواء لجان عسكرية مشتركة ما بين الجانبين، أو في الحوار السياسي المأمول منه أن يسفر عن استفتاء شعبي يقر شكل الدولة الليبية اللي هو الدستور. الدستور هو ما يحدد شكل الدولة في المستقبل، وأيضا الحوار من أجل توزيع أو محاصصة المناصب السياسية. ولو أن عندي اعتراض على فكرة توزيع المناصب، المفروض أنها تكون بالكفاءات وليس بالمناطق، ودي برضو فيها جزء مناطقي، يعني فكرة المحاصصة، وأن لما يجيبوا رئيس وزراء من منطقة معينة يبقى هو هيحابي أهل هذه المنطقة. الحياة الوطنية الصرفة أو الكفاءات في أي دولة في العالم، أي دولة، يعني هي مشكلة لبنان حاليا، أي دولة بتعتمد على المحاصصة يا أستاذ عصام، يعني اعتقادي أو يقيني الراسخ أنها بتفشل في المستقبل، لأنها هينتهي بهم الأمر إلى أنه هيحابي أهل منطقته أو هيتعاطف حتى، يعني بالضبط، يعني فكرة والمسألة كمان يعني محتاجة جزء من النخب المثقفة الليبية أنها تغرس قيم أو حتى استبعاد فكرة المحاصصة من أصلها، لأنها لن تسفر في النهاية عن شيء إيجابي. الإجماع على شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والبعد عن المناطقية والجهوية اللي احنا أشرنا إليها، أعتقد أنها دي ممكن تكون أفضل من فكرة التقسيم على أساس المناطق أو على أساس المدن، لأنها ثقافة ثبت فشلها في العالم العربي، وشفناها زي ما حضرتك أشرت في لبنان وغيرها من الدول. طب أستاذ أحمد، بتحدث أحداث يعني في ليبيا ربما غير موجودة في بعض الدول أو في معظم الدول، مثلا زي محاصرة بعض الميليشيات أو حتى حرس المنشآت لموانئ تصدير البترول، وبعد كده بيتم فك هذا الحصار واستئناف يعني تصدير النفط. ما هي أسباب هذه الأحداث؟ يعني هل بص حضرتك، طبعا احنا حكينا مفارقتين، فكره ان في بنك مركزي بيصرف على طرفين الصراع، الميليشيات اللي من لا يعلم لها رواتب من الدوله الليبيه كانها اقرار او شرعنه لوجود مثل هذه الميليشيات، يطلع السياسي الليبي يتكلم عن حل الميليشيات، اذا كان مرتبات هذه الميليشيات من الحكومه الليبيه، طيب الحكومه الليبيه الشرق والغرب في الاثنين، طلعت الدوله قالت هنلغي الميليشيات كلها، هتنهار ليبيا تاني يوم، بمعنى هذه الميليشيات تمتلك السلاح والقوه، يصل تسليح بعضها الى الدبابات والطائرات زي ميليشيات مدينه. ما هي المشكله في تطبيق النموذج العراقي عندما ضم الحشد الشعبي الى الجيش العراقي الاراده السياسيه، يعني فكره ان وجود العراقيين يختلفوا عن الليبيين في الجزء ده، يمكن هم عندهم المساله، عندهم سنه وشيعه، وده عذاب العراقيين اليوم، يمكن ايام الرئيس الراحل رحمه الله عليه صدام حسين كان بيتقال كلمه عراقي، وما كانش في
في الخلاف الطائفي، تم زرع الطائفية في المنطقة العربية من سنين طويلة، يمكن بدايتها في السبعينات في بيروت في لبنان، وكنا بنلاقي الفصائل أيضا في بيروت تتقاتل في الشوارع، فصيل يتبع دولة العراق يحارب فصيل آخر يتبع دولة إيران. احنا بنتكلم على حاجتين او على مستويين، مستوى الثقافي في النخب هم نفسهم باعترافهم، يعني في حواراتي مع عدد من النخب الليبية يتحاور بشكل جيد جدا وبيتكلم كلام اقرب للمثالية. حينما يختبر هذا السياسي او هذا الرجل في منصب، لاني شفتهم قبل المنصب واثناء المنصب وبعد المنصب، تجده تحول الى قبلي ومناطقي، فتسأله يعني وزير ليبي، تفاجأ ان هو اثناء ممارسة العمل بيتحول سريع، يقول لك ما اقدرش، يعني اللي تبعي او اللي معايا المناصرين والمؤيدين هنقلبوا عليها. ما هي اخبار الايديولوجيات والاحزاب؟ ويعني كان الرئيس الراحل معمر القذافي كان توجهه نوعا ما قومي واشتراكي، يعني هل هناك يعني توجهات حزبية في ليبيا؟ ليبيا يعني عندها يعني ليس أحزاب بفكرة الحزبية، لكن هو الثقافة اللي اتكرست في ليبيا على مدى 40 سنة أو يمكن 42 سنة من القذافي خلقت لهم حاجة من عدم استيعاب فكرة الأحزاب. هو ناس بسيطة جدا، يعني فكرة الأحزاب بمعنى أيديولوجية، لكن كان في أحزاب بمعنى تكتلات، في جزء منها على مبدأ مناهض لأفكار معينة وجزء مؤدلج على أجندة دينية على سبيل المثال، زي الكتائب والميليشيات والمناطق المؤيدة لفصيل الإخوان زي مصراتة وبعض ميليشيات بعض المدن الليبية لها توجه أو صبغة متأسلمة أو اتجاهها إلى التيار الإسلام السياسي. هناك تيار أيضا يعود إلى الرئيس الراحل معمر القذافي ينتمي إلى الفكر الاشتراكي والعروبي، ولكن ليس له وجود في الساحة السياسية بدعوى أن هناك ثورة قامت وتم تحريرها، ويمكن حتى كان في قانون لعدم عودة هؤلاء مرة أخرى لممارسة العمل السياسي، تقدر تسميه عزل سياسي أو إبعاد عن الساحة رغم أن هم ليسوا بقلة. هناك أيضا توجهات أحزاب علمانية ولكن ضعيفة وغير قوية التأثير في شعب ميوله أقرب للقبلية العربية القديمة والبداوة، ثقافته لا تسمح باستيعاب فكرة الحزبية كما نشاهدها في الحالة على الضفة الأخرى من البحر في أوروبا على سبيل المثال، ولكن دي ثقافتنا ويجب أن نعترف بأنها موجودة. ولكن إحنا هدفنا أو مسعانا شيء واحد، هو الحفاظ على المسلمات الأولى، الحفاظ على التراب الليبي، الحفاظ على مكتسبات وثروة الشعب الليبي اللي الحقيقة استنزفت أرصدة ليبيا في أوروبا تحت دعاوى تحريرها وهي كانت تدميرها، وسوف تستنزف مرة أخرى تحت دعاوى إعادة الإعمار. يعني الحقيقة وتم تصنيفها كأنها دولة فاشلة زي الصومال زي اليمن زي عديد من الدول التي اختلفت النخبة فيها على إقرار أو عدم وجود شخص قوي يسيطر ويجمع عليه الليبيين، يسيطر على كافة الأراضي الليبية. هناك مخاوف إقليمية من الجزائر مثلا، وهناك اختلافات في بين موقفي يمكن بيتفق في أشياء ويختلف في أشياء ما بين مصر والجزائر. هناك أيضا مشاغل وهموم تونسية، وهي أيضا لديها ما يكفيها من المشاكل على منطقة الحدود، ولها ارتباطات قبلية ما بين الليبيين والتونسيين، بالإضافة إلى طبعا الدول الكبرى ما اتكلمناش عنها، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. في النهاية هدف الدول الكبرى ماذا سوف يعود عليها في النهاية؟ ما هي شكل الدولة؟ ما هي توجه؟ ده الهم اللي من الخارج. يجب أن يكون هما داخليا للنخب، ودي من خلال منصتكم الإعلامية بخاطب إخواتنا الليبيين الحقيقة، يعني يا ريت يبقى
كل محور تفكيركم هو كيفية الحفاظ على الدولة الليبية وهويتها، سواء عروبتها أو طبيعتها اللي احنا كلنا عارفينها. ليبيا تصلح أن تكون دولة سياحية كبيرة. طيب أستاذ أحمد، يعني دعنا نثري هذا الحوار من خلال اتصال من الأستاذ علي طرفاية، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي. أستاذ علي، مساء الخير أولا. مساء الخير يا مساء. أستاذ علي، بطبيعة الحال أنت متابع لما يحدث في ليبيا وخارج ليبيا من وساطات ومن تطورات متعلقة بالوضع الليبي. تقييمك لما حدث أخيرا من اتفاق متعلق بتوزيع المناصب السيادية في ليبيا في مدينة بوزنيخة؟ يعني ما فيش شك أن احنا أي حوار سياسي هو يعني مرحب به، لكن هي الفكرة إذا كان هناك الآن يجري الإعداد لحكومة موحدة ومجلس رئاسي جديد، يعني هذه السلطات السيادية المتعلقة بالبنك المركزي أو متعلقة بمجلس القضاء الأعلى أو بالرقابة الإدارية وخلافه سوف تكون بالطبع وبالضرورة من اختصاصات الحكومة الجديدة. ربما اجتماعات أبو زنيقة قد تقدم ورقة استرشادية للجنة الحوار تهتدي بها، أو للحكومة الجديدة المفترض أن تنبثق عن كل هذه الحوارات تهتدي بها في عملية توزيع المناصب السيادية على الأقاليم التاريخية المعروفة في ليبيا، طرابلس وبنغازي وفزان. وإن كان هذا الأمر يعني هو يساهم في تفكيك الدولة وفي خلخلة الدولة بشكل أكبر من إعادة بناء الدولة، يعني في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا توترات وحالة فوضى وحالة انفلات أمني وعملية صراع ما بين الميليشيات، وفي الحقيقة لا يوجد صراع ما بين أبناء المجتمع الليبي، الصراع هو قائم بين أمراء الحرب، قادة ميليشيات جاءت من هنا ومن هناك، والصراع يجري فيما بينها على حساب مصلحة الليبيين وعلى حساب المجتمع الليبي. أما ليبيا فهي في جوهرها دولة واحدة، دولة عربية، دولة إفريقية، مجتمع متجانس ومتماسك. نعم. ولا توجد أي خلافات عرقية في ليبيا أو إثنية. نعم. طب أستاذ يعني علي، يعني الدبلوماسية المصرية نجحت في الفترة الماضية في جمع طرفي النزاع في ليبيا من خلال اجتماعات في القاهرة وفي الغردقة، وهناك نشاط في الحقيقة ملموس. يعني في تقديرك ما هو دلالة ذلك، وإلى أي مدى سيتطور هذا الأمر؟ يعني ما فيش شك الدور المصري في ليبيا تحكمه ثوابت محددة، وحدة الأراضي الليبية، عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، عودة الدولة الليبية، دعم المؤسسات الشرعية، مساندة ودعم الشعب الليبي، لأن ليبيا تمثل بالنسبة لمصر تمثل لها الكثير، هي دولة جوار استراتيجي حدود تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر. ما يحدث في ليبيا من عبث ومحاولات إقليمية ودولية إلى تحويل ليبيا إلى ملاذ آمن للجماعات الإرهابية، الهدف منه معروف، هو ضرب أمن واستقرار المنطقة وضرب أمن واستقرار الدولة المصرية التي استطاعت أن تواجه كل التحديات والمتغيرات التي كانت تهدف إلى إعادة تشكيل خارطة المنطقة ككل على أسس إثنية ودهوية وخلافه. وهم يرون في ليبيا بسبب موقعها الاستراتيجي المهم، على اعتبار أنها دولة جوار بالنسبة لأهم دولة في المنطقة، دولة لها وزن وثقل سياسي دولي وإقليمي لجمهورية مصر العربية، بالإضافة على أنها بوابة غرب إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء وبوابة لمنطقة الساحل الإفريقي، ودولة جوار لأكثر من دولة عربية، السودان وتونس والجزائر، بالإضافة لعديد من الدول الإفريقية مثل النيجر والشاد. فالموقع الجغرافي لليبيا ووجود نشاط متنامي للجماعات الإرهابية داخل ليبيا وتمكين هذه الجماعات من السيطرة على مقدرات الدولة الليبية، وهي معروفة يعني أنها دولة نفطية ولديها العديد من المقدرات ومن الأموال، توفير مناخ ملائم للجماعات الإرهابية في ليبيا قادر على تهديد الامن الاقليمي ككل، قادر على تهديد. نعم، اشكر ضيفي عبر الهاتف الاستاذ علي طرفاية، الكاتب الصحفي المتخصص في الشان الليبي. اعود الى ضيفي في الاستوديو الاستاذ احمد خليفه. استاذ احمد، مصر من اكثر الدول التي طالبت بتوحيد الجيش الليبي والعسكريين في طرفي النزاع وتكوين جيش وطني، ومصر هي في تصنيف لو عندها خبره. نعم، يعني عندنا رقم واحد في الشرق الاوسط الجيش الوطني المصري. لا غير هو رقم واحد وهو صاحب الخبره. يعني هل من الممكن بالفعل
أن 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 تستطيع مصر أن توحد طرفي النزاع فيما يتعلق بالجيش الليبي. ثم هم بدأوا بالفعل في التقارب، هناك لجنة 5+5 وغيرها من العلاقات الوثيقة ما بين طرفي النزاع في ليبيا. أنا عايز أقول لحضرتك أن الإجابة في كلمة واحدة، ممكن. ليه بقى ممكن؟ لأن أنت ليك السابق أن أنت أسست الجيش الليبي في مصر أنا. يعني كان 3000 عنصر سنة 49 في طريق مصر اسكندرية، كان تم تشكيل أول نواة للجيش الليبي، وفي سنة 64 في مدينة أبو رواش أو منطقة أبو رواش في محافظة الجيزة تم التأسيس الثاني للجيش الليبي، وشهدنا إعادة مع المشير خليفة بالقاسم حفتر إعادة لملمة الجيش الليبي. لمن لا يعلم، الجيش الليبي موزع في كل مناطق ليبيا، يعني في غريان يوجد كتائب تابعة للجيش الليبي ولكن هي من منطقة غريان، فبقيت 5 جيوش، وفي الزنتان وفي مصراتة وفي شرق ليبيا وفي جنوب ليبيا، كل منطقة احتفظت. ما دي المأساة نفسها، يعني زي ما بيقولوا باللغة الدارجة كده، ضابط برقم أو عسكري بنمرة. فأنت انتمائك لمؤسسة وليس لمنطقة، فتحولوا إلى 5 جيوش منفصل عن بعضها. فكرة إعادة إحياء الروح مرة أخرى والنشاط في لكن دعنا نأمل خيرا في فبراير المقبل في اجتماعات جديدة بالقاهرة إن شاء الله للاتفاق على شكل الدولة الليبية والانتخابات والدستور الليبي. مستبشر خير دايما بتحركات القاهرة، ليس لأني مصريا ولكن لثقتي في القيادة السياسية المصرية ونزاهتها في الملف الليبي. ليس لنا من هدف إلا الحفاظ على الدولة الليبية، وإخوتنا الليبيين يعوا هذا الكلام جيدا شرقا وغربا. وكانت المفاجأة أن القاهرة اقتحمت الحوار إلى غرب ليبيا حتى يحدث تسييل للموقف وحلحلة من الموقف، ولكن نأمل أن خطط محبي ليبيا أن تنجح ضد من يريد لليبيا الشر في مسميات عديدة، في تحالفات أمنية مخالفة للدستور ومخالفة أيضا لحكومة في طرابلس منتهية ولايتها. نأمل خروج الميليشيات سواء بالاتفاق أو التعويض المادي لبعضهم وتسريحهم والوعد بعمل. أستاذ أحمد، في عنصر مؤثر في الوضع على الأرض في ليبيا بشكل كبير جدا، كان هناك منذ عدة أيام كان آخر ميعاد لخروج المرتزقة من ليبيا. هل تعتقد أن هذا الأمر من الممكن تحقيقه على أرض الواقع، خروج جميع المرتزقة من ليبيا خصوصا الأجانب؟ هو وصلنا دلوقتي ما بقوش مرتزقة سوريين، ده احنا في حتى بالتواصل مع إعلاميين ليبيين في مرتزقة من تشاد تحولوا من ميليشيات تقاتل إلى لصوص، يعني أصبحت منازل الليبيين في طرابلس غير آمنة من مرتزق تشادي أو من القارة السمراء، من أكثر من دولة، من أكثر من منطقة في بعض الدول يتم تصديرهم إلى ليبيا. نجد أيضا ميليشيات على مؤدلجة على أفكار المتأسلمين يتم تصديرها إلى ليبيا. نجد أيضا ميليشيات أو مرتزقة قادمين من منطقة نزاع أخرى هي الأراضي السورية، والوعد ب 2000 أو 3000 دولار شهريا، يمكن حتى بعضهم عاد مرة أخرى أو يستخدم ليبيا كمحطة للهروب إلى أوروبا. ولكن ده جزء من المؤامرة الحقيقة اللي ليها أطراف كتير. يعني عندي إحساس قوي بالمؤشرات موجودة، هناك من يريد إطالة أمد الصراع. يمكن أحد الوزراء الليبيين صرح لي قال لي لو ليبيا دي دولة زي الصومال لن يهتم بها أحد. بقول له إيه السبب؟ قال لي في ليبيا فلوس، فأي حد بيجي يعني بيعتبرها نوع من أنواع التجارة أو البزنس أو الاستغلال وفرض الشروط. ده كله نتيجة غياب الوعي عند نسبة كبيرة من الناس اللي هي المفروض لا تعي إن ليبيا أكبر من منطقة وأكبر من مدينة. ليبيا يعني عودتها هيكون حاجة إيجابية جدا
في شمال أفريقيا وفي المنطقة العربية تعود مرة أخرى دولة فاعلة، دولة ناشطة، دولة قوية وليس دولة فاشلة حسب تصنيف الأمم المتحدة. أيضا القاهرة مأمول منها زي ما حضرتك أشرت، يعني دايما تبدأ من القاهرة وتذهب الكرة بعيدا وتعود للقاهرة، لأن القاهرة هي الضامن الوحيد في حل أزمة إخواتنا الليبيين بضمانة أخرى هي اتفاق الليبيين نفسهم على الثقة الممنوحة للدولة الجارة. طول عمرنا بنعتبر ليبيا فناء خلف مصر، وأيضا مصر فناء خلف ليبيا، ويمكن تذكرنا حرب 67 وحرب 73. عايز أذكر حضرتك المشاهدين أن هناك في أقصى التقديرات 500 ألف حالة نسب ومصاهرة ما بين ليبيين ومصريين عندهم انتماء للدولتين في نفس الوقت بنفس القدر وبنفس القوة. نعم، هناك حديث في الأخبار عن اللجنة العسكرية 5+5، وهذه اللجنة لها تصريحات حتى متعلقة فيما يتعلق بالمرتزقة، أنه لن يكون هناك تمديد لمهلة خروج المرتزقة وإن يجب مواجهة هذا الأمر. يعني عايزين نعرف عن حضرتك ما هي هذه اللجنة، يعني مكوناتها، هل قراراتها ملزمة للطرفين أم أنها يعني لجنة مشكلة مثلا من الأمم المتحدة؟ بص يا أستاذ عصام، أعتى أو أكبر تنظيم هو الأمم المتحدة، حتى مخرجات مؤتمر برلين قامت إحدى الفرقاطات الفرنسية باعتراض سفينة تركية، لم تستجب للتحذيرات. الدولتين عضو في حلف الناتو، دي تحت مسمى غرائب وطرائف يعني. تم محاولة إيقاف السفينة، احتجت تركيا، احتجت فرنسا، انتهى الأمر إلى لا شيء. سوف يستمر التهريب، سوف يستمر يعني استخدام ليبيا كمنصة لتدريب وإطلاق الإرهابيين، سوف تظل خاصرة مؤلمة لأوروبا في عبور البحر المتوسط في شكل مهاجرين غير شرعيين، سوف تبقى الميليشيات ولن تنتهي. اللجان، أي لجنة في الدنيا حدودها بتصدر توصيات في النهاية، لكن دول يا استاذ احمد عسكريين، يعني هم ليس لها طرفين نزاع على الارض. ما انا عايز اقول لحضرتك، ليس لها الاليه وليس لها القوه انها تفرض ما توصي به من قرارات على الارض. بقول لحضرتك حلف الناتو في دولتين، دوله بتهرب مرتزقه الى ليبيا ودوله بتحاول تمنع الدوله الاخرى، فشلت فتقدمت بشكوى الى الامم المتحده، الى الاتحاد الاوروبي. يعني عايز اقول لحضرتك في النهايه، والكلام ده أنا دايما بقوله في الملف الليبي، لن يحسم الأمور إلا حاجتين. كنا بنأمل خير في الحسم العسكري، ولكن ثبت عدم جدوى لأسباب كتير ومنها التدخل الدولي بالمقام الأول. كانت قوات حفتر قاب قوسين أو أدنى من مقر السراج نفسه، كانت دخلت العاصمة الليبية في فبراير من سنتين، ولكن تم بقرار دولي ما إيقاف هذا التحرك وانسحبت إلى غرب سرت وشرق سرت، وأصبحت قوات السراج أو الحكومة المنتهية صلاحياتها أو المجلس الرئاسي. وهناك كانت مناوشات ما بين الطرفين، ولكن تم الاتفاق على عدم عبور هذا الخط، اتفاق غير معلن وغير مكتوب. في النهاية هي إرادة الليبيين نفسهم، تطلع شخصيات ليبية تعبر عما أقوله لك بشكل واضح أن همها هو هم الشعب الليبي. الشعب الليبي في مجمله زي ما قال في المداخلة ضيفك الكريم، زي أي شعب عربي عايز يعيش في أمان وعايز يعيش في دولة مستقرة، ولكن لا حيلة له. الشعب الليبي لا حيلة له، هناك أصحاب نفوذ، هناك أمراء كتائب، هناك قادة يريدون مصالحهم الشخصية. أقرب حالة ليهم هي حالة دولة سيراليون في صراعها العسكري لمدة 10 سنين، وكان صراعا على مناجم الألماز وتهريبها. شفناها الحالة دي في أكثر من دولة أفريقية، ولكن تعافت بالوعي العام. لكن أصحاب القرارات للأسف عدد من النخب ترتبط بأجندات خارجية ليس بواعثها هو الوطنية الصافية أو الخالصة لليبيا. تمام أستاذ أحمد، هناك
التغيرات على الساحة الدولية، يمكن تغير القيادة في الولايات المتحدة الأمريكية من الجمهوريين إلى الديمقراطيين. ترامب كانت مدرسته الانسحاب من مناطق النفوذ في العالم وعدم التدخل وهكذا. يعني هناك توقعات متعلقة ببايدن أن يكون له سياسة مختلفة. هل تعتقد أن يكون هناك موقف أمريكي جديد فيما يتعلق بالقضية الليبية، خصوصا أن أمريكا دايما مهتمة بمسألة البترول والمناطق الغنية بالبترول؟ هو طبعا أمريكا لا تخفي مساعيها لإثبات وجودها في ليبيا، ولكن تركت في الأربع سنوات الماضية خلال رئاسة الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب للاتحاد الأوروبي التصرف في الشأن الليبي، فوجدنا بروز لمواقف وتصريحات تصدر من برلين ومن باريس ومن روما، ولكن في النهاية الاتحاد الأوروبي نفسه ضعيف. هناك دولة خرجت من الاتحاد وغير متفق وغير مجمع على المسألة، فعايز أقول لحضرتك أنه هو نفسه جزء من الأزمة وليس جزء من الحل. بمعنى هناك دول الاتحاد الأوروبي لديها مطامع، إيطاليا تعتمد على تاريخها وإرثها الاستعماري، تركيا تعتمد على تاريخها وإرثها الاستعماري أيضا، وكأن ليبيا دولة مباحة للجميع كي يقوم الجميع بمساعدة أهل ليبيا نفسهم باستنزاف ثرواتها، ويمكن حتى المدخرات المالية في الخارج. ويمكن أكثر من مسؤول عن هذا الملف كنت تحاورت معاه وما زلت مع بعضهم كانوا مسؤولين عن هذا الملف. هناك استنزاف دائم لمدخرات الليبيين. هل تعلم أن ميزانية ليبيا أقرب لـ70 مليار دولار لو تم توزيعها نقدا على الشعب الليبي؟ هيكون من أغنى شعوب الأرض ولكنها مسروقة. هناك أيضا استغلال للأرصدة الضخمة في البنوك الأوروبية من قبل الحكومات الغربية تحت مسميات عديدة. نعم. وهناك ابتزاز غربي واضح جدا لإخواتنا الليبيين، والسبب أن الليبيين عندهم فلوس. تمام. يعني عموما نتمنى إن شاء الله الخير والسلامة لإخواننا في ليبيا وفي كل بس مكان. بس في أمل كبير العربية. في فبراير أعتقد هيبقى في مخارج في اجتماعات القاهرة. يعني نحن في الانتظار بإذن الله تعالى يعني أن تحل هذه القضية المهمة بالنسبة للأمن القومي المصري. لكن انتهت هذه الحلقة من برنامج حوار اليوم. في الختام أشكر ضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المتخصص في الشأن الليبي الأستاذ أحمد خليفة مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. شكرا أستاذ أحمد. وأشكر أيضا ضيفي على الهاتف الأستاذ علي طرفاية الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي. شكرا جزيلا. وأشكر مشاهدي الكرام في كل مكان، لكم منا التحية وإلى لقاء قريب.